وفي سياق متصل، حذر سلطان بن قرملة أحد كبار شيوخ قبيلة قحطان، حذر نظام الدوحة من المساس بأمن المملكة العربية السعودية، معتبرا أن هذا الأمر خطا أحمر. وأكد في تصريحات لقناة العربية أن نظام الدوحة أدخل القبائل في المعترك السياسي بعد سحب جنسية الشيخ آل مرة والشيخ بني هاجر، بما يتعارض مع أنظمة وحقوق الإنسان، في حين اعتمد على الإيرانيين والإسرائيليين والأتراك في الوظائف العسكرية وغيرها، ما يؤثر على مستقبل الشعب القطري الشقيق. بالنسبة للمملكة على تنظيم الحمدين، خط أحمر، خط أحمر، خط أحمر، ولا يمكن أن حنا نسمح لأي إنسان أن يمد يده على حدود مملكتنا، لا من بعيد ولا من قريب. قبائل بعيدة عن السياسة دخل تنظيم الحمدين في السياسة، نزع جنسيات شيوخ القبائل اللي عنده، مثل قبيلة مصريم جنسية مصريم وجنسية شافي بن ناصر بن حمود، هو اللي دخل القبائل في المعترك السياسي. الشيخ شافي ما هو بعدو القطر، وحنا ما حن بعد القطر، حنا عدل تنظيم الحمدين هو السبب في الكراهية. المفتي مستورد والإعلام مستورد والجيش مستورد، العسكريين مستوردين، المن في قطر من رجال الأكفاء ما يدافعونه. عندي أمل بالله ثم في بعقلها قطر والأسرة الحاكمة القطرية خارج الحمدين، إنهم إن شاء الله يعيدون بلدهم إلى المسار الصحيح. يأتي هذا التصريح عشية اجتماع طارئ لأفراد قبيلة قحطان بن جوف قبيلة بني هاجر في المملكة العربية السعودية مساء اليوم، على خلفية سحب الجنسية القطرية من شيخ قبيلة بني هاجر الشيخ شافي بن ناصر الهشافي والحجز على ممتلكاته. وتوعد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نظام الدوحة بيوم غضب عارم على الحدود، ردا على ممارسات نظام الدوحة ضد شعبه وجيرانه.